شكرا بزاف، انا مفتخره باللي اليوم موجوده في جريده تعبير. صراحه جريده غزاله ومتالقه ودائما كنتبع. تبارك الله عليكم. فاتي سن 21 سنه، معروفه باسم فاتي بيرلا، مدينه طنجه، وصافي يعني يوتيوبر مغربيه طبعا. وصافي شي بكاي الحب ديال الناس، يعني الحب ديال الناس هو اللي خلاني نزيد في المسيره ديالي والشهره ديالي على ديك الشيء. الحمد لله انا بديت بشويه بشويه، والحمد لله الحب ديال الناس هو اللي جعلني نوصل، وهاد الضحكه وهاد الابتسامه كامله لوجود ديال الناس طبعا. كنشكرهم بزاف، وكلمة شكر قليلة في حقهم، أنا كنقول لهم أنا بلا بكم والو، راكم دائما في القلب وزادين عليا. شكرا بزاف على وقتكم معايا وفي جنبي، الله يخليكم عليا. ردت الفعل ديالي تصدمت، وفي نفس الوقت فرحت انه قلت هذا سهل مزيان، ما كاين والو حقي، ما كاين حتى شي حاجه والاشاعات لهذا خلال التواصل الاجتماعي، ولكن انا بقى حاليا ما كاين حتى شي حاجه. تسمعوا من عندي شي حاجه ان شاء الله تكون بصح امام عند هذا بعد الناس، ما كاين حتى حاجه حاليا، بقى سيليباتير وصافي. شنو الجديد؟ جديد فاتي صراحه بقى كنفكر، ولكن عندي افكار ان نعمل شي اغنيه وتكون كلمات جميله ويصلوا قلوب الناس ان شاء الله، وكنتمنى نكون خفيف على قلبهم ان شاء الله وقريب ان شاء الله. جديد كنوجه لهم تحيه كبيره من هذه الجريده تعبير، حيت فريمون انا فرحانه بكم، وخليكم دائما متابعين جريده تعبير، وتبارك الله عليكم، وانا دائما موجوده معكم اي جديد مع جريده تعبير ان شاء الله. كنحماق عليكم.